ايوه مختار، بس يعني بس ايه ده، احنا في زمن وانت عارف في حد يقول فيه لا للفلوس. لا طبعا شفت بقى. ايوه بس لازم الواحد يعرف مصدرها ايه الاول. مش لازم، هنروح بعيد ليه؟ هقول لك، انت دلوقتي لو ماشي في الشارع ولقيت شنطه فلوس هتعمل ايه؟ هدور على صاحبها. ماشي، ولو ما لقيتش صاحبها في الحاله دي بقى هشوف الشرطه وهي اللي تدور عليه. تبقى عبيط. عبيط واهبل كمان يا مختار. بس الكلام ده اقعد بس تعالى. لانك انت لما لقيتها كان ربنا كاتبها لك، ولو كنت خدتها كانت هتبقى حلالك. ايوه فعلا، انا لو لقيت صاحبها حلالها هيبقى 10%، ولو ما لقيتش صاحبها كلها هتبقى حلالك. صح ولا لا؟ انت عايز توصل لايه يا مختار؟ عايز اوصل انه مش مهم ساعتها اذا كان صاحب الشنطه شيخ منصر ولا شيخ جامع، المهم ان ربنا قسمها لك رزقك بيها. تقوم تقول لربنا لا. بسم الله ما شاء الله، ده طقم يخبل يا رشا. عاجبك يا ماما؟ قوي. سعد جابهولي ب25,000 جنيه. بس بس يا 25,000؟ مرحب بعريس الهنا والسعد. ودي هدية بسيطة ليك يا بابا، خليت سعد يجيبها لك من التوكيل. الله، دي ساعة حلوة قوي. بس خلي بالك عليها يا عمي، دي أصلي وب5,000 جنيه، ويا ريت ما تلبسهاش مع الجلابية دي. يا دين النبي، ب5,000 جنيه؟ ده أنا ما حطيتهمش في جيبي، هحطهم على إيدي. وبعدين دي سويسري وأوتوماتيك كمان. وأنا ماليش غسالة فول أوتوماتيك. بص يا حاجة، أنا ممكن أجيب لك الفول دلوقتي، بس خلي الأوتوماتيك في عيد الأم. تم الخبيب يا سعد. ودي هديتك يا ماما، خليت سعد يجيبها لك من محل غالي قوي ما بيبيعش غير مستورد. ايه ده؟ فروة؟ ما لقيتوش حاجة جابها لي غير فروة دي؟ ليه شايفيني بماما؟ ماما ايه بس يا طنط؟ يا فروة خروف، ده فروة منك. ايه منك دي؟ دي دبة بتعيش في القطب الشمالي. مالي يا اخويا بالدبة؟ انا عايزة موبايل بكاميرا. موبايل ايه يا طنط؟ على فكرة الفرو ده غالي جدا. ولا يغلى عليك يا ماما، هخلي سعد يجيب لك موبايل وبكاميرتين كمان. ماشي خلاص، طالما الفرو مش عاجبها يبقى نرجع بقى الفرو ونجيب الموبايل. الفرو هيفضل وهتجيب الموبايل. ايوه بس احنا اتفقنا ان كل واحد له هدية واحدة. الفرو ده هيبقى ليا انا، ولا عندك مانع؟ لا ابدا يا حبيبتي، مفيش مانع. اللي هيقول لي يا سعد يا ابني، عملتوا ايه في الشقه بتاعتك؟ والله يا عمي احنا شقه مين يا بابا؟ هي دي بقت من مقامنا؟ سعد هيجيب لنا فيلا وفي القطاميه كمان. اخي ما لقيتوش الا القطاميه في الجبل ده تسكنه؟ جبل ايه يا طنط؟ جبل القطاميه حاجه والفيلل اللي في القطاميه حاجه تانية. حاجه تانية ازاي يعني؟ يعني فيلل يا عمي، جناين، حمامات سباحه، حاجات عمرك ما شفتها طبعا. ولا ايه يا حبيبتي؟ احبك يا دودي. اهو ده اللي بناخده.